يعطيكم العافية جميعا. اليوم هنحكي عن type of movements at synovial joints. رح نفهم أكثر كيف بيصير الفليكشن والإكستنشن، الأبدكشن والأدكشن، ميديال and lateral rotation والcircumduction. تمام؟ هلأ إحنا بنعرف إنه synovial joints هي نوع من أنواع الجوينتس يلي بتكون بين two bones، عظمتين التقوا مع بعض عملوا لي هذا المفصل، بالتالي رح يصير عندي جوينت. هلأ هذا الجوينت وظيفته يعمل حركة بين هدول العظمتين عشان أقدر أنا أحرك الجسم بطريقة فليكسبل. فخلينا نبلش نشوف شو أنواع الحركات اللي عندي. أول إشي الفليكشن والإكستنشن. الفليكشن والإكستنشن هم opposite terms، هم دايما عكس بعض. الفليكشن هو decrease the angle between two bones، بمعنى إنه أنا لما تكون إيدي بهذا الوضع تمام وأجي أحركها هيك، أنا شو عملت بالزاوية؟ هي الزاوية قللتها، بالتالي هذا اسمه فليكشن. إذا كانت إيدي بهذا الوضع هيك تمام وجيت أنا حركتها هيك، أنا زدت الزاوية، بالتالي عملت إكستنشن. عشان نفهم أكثر رح نشوف فيديوهات على عظام الساق. تعالوا نشوف الفليكشن، طلعوا كيف عم تتحرك، حركها من زاوية تانية، شوفوا العظمة كيف عم تتحرك. احنا عمل stop here. احنا حكينا الفليكشن decrease the angle، صح؟ هي عندي الهيب بون تمام، رح تاخدوها، وهي هون عندي البون التانية. كيف كانت قبل؟ كانت هيك صح؟ انا لما حركتها بهذا الاتجاه الزاوية شو صار فيها؟ قلت. هي الزاوية، الزاوية الأصلية كيف كانت؟ هيك. فبالتالي أنا سويت فليكشن تمام؟ تعال نشوف الإكستنشن. شوفوا الزاوية كيف عم تكبر. خلنا نوقفه هيك. هلأ هاي العظمة كانت هون تمام؟ وهي الهب. شوف شو سويت أنا؟ رجعتها لورا، بالتالي بدل ما الزاوية تكون زي هيك كيف صارت؟ الزاوية صارت زي هيك، صارت أكبر، فبالتالي هذا extension تمام؟ نكمل. إذا حكينا extension هو increase in the angle، بينما flexion decrease in the angle between two bones. نحكي عن الابدكشن والادكشن. هلأ إحنا بنعرف إنه في بالجسم ميدلاين صح؟ نرسم على هاي الصورة. أوكي. نحط لون واضح تمام. هلأ هذا الميدلاين تبع الجسم تمام. لما أنا أجي أحرك سواء إيدي رجلي أو أي عظمة من عظام الجسم بعيدا عن هذا الميدلاين، أبعد عنه، هاي اسمها abduction بالبي تمام. إذا أنا إجيت حركت العظمة رجعتها قربتها من الميدلاين اسمها هاي adduction. أي عظمة كانت تكون سواء عظام اليد كاملة أو بس الهاند أو الليج تمام. إذن abduction is movement of the bone away from the midline، والabduction movement toward the midline. كمان خلينا نشوف فيديوهات عشان تتوضح الصورة أكثر. هي الابدكشن برضو للهب، شوفوا كيف تمام. نوقف هون. هي الميدلاين تمام، هي الميدلاين للجسم. العظمة وين كان مكانها؟ هون. هلا وين راحت؟ هيك بعدت عن الميدلاين ولا ما بعدت؟ صارت هيك، هي صارت ابعد عن الميدلاين، بالتالي هذا abduction. abduction بالبي تمام. نشوف الادكشن. هي الادكشن، شوفوا كيف العظمة قربت على الميدلاين. again طلع. اذا هون
البون كانت مو هاي الميدلاين عندي تمام. البون كانت هون start from here. إيش ساوت؟ ساوت زي هيك، بالتالي هي قربت على الميدلاين، فهذا اسمه adduction. سوري بدي adduction تمام. تمام نكمل. هلا الروتيشنز، الروتيشن of a bone around a long axis. دايما انا بعمل يا اما medial rotation يا اما lateral rotation. احنا بنعرف شو يعني medial و lateral. الميديال دايما يلي اقرب للجسم، نشرح هون تمام. هاي الميدلاين تبع الجسم، هاي جسمي اصلا. لو كانت ايدي نحكي انا مطلعتها لقدام، يعني اعتبروا انه هي هيك طالعة من الشاشة تمام. هلا اذا قربتها انا من جسمي اوكي، فانا عملت ميديال روتيشن، انا لانه عم بعمل روتيشن تمام. اذا حركتها بهذا الاتجاه صار في lateral rotation تمام، يعني هي صارت باللاترال سايد of the body اوكي. If anterior surface of the bone of the limb is turned toward the midline معناته medial rotation internal، يعني زي كأنه أنا دخلتها لجوة وديتها لعند الميدلاين تمام. نفس الوقت هو بحكي لك rotation around a longitudinal axis، هذا المحور ثابت، يعني أنا هاد الجزء من اليد ما بحركه، بس بحرك هيك، بحرك جزء هذا الجزء من إيدي أو هيك، بالتالي عم بعمل لها دوران، يا إما نحو الميدلاين زي كني بدخلها لجوة، يا إما لبرة بطلعها لبرة. إذا دخلتها لجوة اسمه medial rotation، إذا طلعتها لبرة اسمه lateral rotation تمام. برضو نشوف فيديوز. يلا هاي الميديال روتيشن، تعالوا نشوف، نعيد الحركة، شوف كيف دخلها تمام. شفتوا كيف هلأ هون ثابت، هذا الجزء ثابت، هو وين دخل الفوت؟ دخلها toward the midline، شوفوا كيف اتجاهها، فبالتالي هذا اسمه ميديال روتيشن تمام. اذا شفنا اللاترال روتيشن، هاي اللاترال روتيشن، تعالوا نشوف اللاترال روتيشن، نرجع نعيد اوكي. شفتوا كيف؟ رح اعمل ستوب هير. هاي هذا الجزء برضو ثابت، انا ما حركته تمام. انا زي اكنه شوفوا هذا المحور اللي بخلي القدم تلف حوله، يا اما حتلف هيك lateral يا اما حتلف هيك medial تمام. ف بما انه هذا المحور ثابت والقدم لفت زي هيك بعيدا عن الميدلاين، فبالتالي هاي lateral rotation تمام. نرجع للسلايدز. هلأ supination والpronation، هلأ supination والpronation هم movement للforearm بس، عشان نفهم أكتر تعالوا أشرح لكم هون. هلأ هاي الأجزاء عندي تبعت الأبر limb تمام، هاي عندي اسمها arm مع السكن ومع المسلز ومع كل إشي. هون عندي هاي اسمها forearm تمام، وهون عندي الهاند تمام اوكي. احنا تركيزنا وين؟ تركيزنا على الforearm. تعالوا نطلع، نشيل drawing نكبرها اوكي. تعالوا نطلع على الforearm. هلا هذا الشخص، هذا السكيلتون واقف شو؟ بالاناتوميكال بوزيشن صح؟ لو طلعنا على الفور أرم هون، عندي هون مفصل بين هاي العظمة وهاي العظمة تمام، وعندي هون مفصل. لما أنا أشتغل على هدول المفاصل بحيث مين اللي حيتحرك؟ رح يتحرك عندي
الفور أرم نفسها، تمام؟ إذن هي movement of forearm at proximal and distal radial ulnar joint at which palm is turned anteriorly. أنهم هدول الجوينتس اللي أنا حكيت لكم عنهم هو proximal و distal radial ulnar joint. ليش radial ulnar؟ لأنه أنا عندي هون عظمتين radius والulnar، تمام؟ الulnar والradius. فهون في joint بين العظمتين وهون في joint بين العظمتين، واحد بسميه بروكسيمال واحد بسميه دستل، تمام؟ لما أحرك هدول المفصلين بحيث هاي البالم، هاي اسمها بالم of the hand، كف الهاند بالأناتوميكال بوزيشن، بحيث هاي البالم تتحرك anteriorly بصير اسمه supination. إذا عكسنا الحركة بتصير pronation، تمام؟ إذا عكسنا الحركة بتصير pronation. فبالتالي الحركة ناتجة عن التو جوينتس اللي هلا شفناها، واحدة رح تتحرك superiorly بالتالي البالم رح تصير بهذا الاتجاه، والتانية رح تتحرك posteriorly ونسميها pronation، تمام؟ خلص، بس يعطيكم العافية.